حسام الدرجوري النقابي الأمني، حبيت نعرج معاك على الحادثة اللي كانت صارت معايا أثناء تواجدي في شارع الحبيب بورقيبر، والحادثة اللي حصلت معناها كيما دولتها معناها العديد من الأشخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي، واللي كانت معناها مقطع فيديو مصور من طرف ثلاث حوار كونسي، واللي فيه معناها حادثة الاعتداء على شخصي من طرف، وللأسف معناها حاول أمن زميلي نحب معناها كما قلت نعرج على الحادثة هذه، لأنها بالنسبة لي أنا حادثة كبيرة برشا. البارح معناها كنت متواجد في شارع الحبيب بورقيبة، وتم بالصدفة قابلت مع صحفي عامل بموقع تلفزيون، معناها أديت له تصريح حول الظروف الصعبة اللي قاعد يعمل فيها عون الأمن، كذلك كنت تحدثت معناها وهذا موجود في مقطع الفيديو، تحدثت على المجهودات الجبارة اللي قاعدة تتبذل من طرف أعوان وإطارات الأمن، وكذلك الانتشار الأمني الممتاز معناها خاصة مع الأحداث الصعبة، عفوا الأحداث الصعبة اللي قاعدة تمر بها البلاد التونسية، أكدت على ضرورة معناها الاهتمام أكثر بالجانب الاجتماعي والمهني لعون رجال الأمن ومزيد توفير من الحماية القانونية وغيره معناها وتخليص عون الأمن للتعليمات، لكن معناها أثناء التصوير معناها إطار أمني يعطي تعليمات معناها بمنع التصوير أولا، لكن معناها أصرينا وصورت لي أنا هذا من حقي معناها باش ندير التصريحات وأنا كنعرف النقابي بعد ما راني إلا وشوف في مجموعة من الزملاء الأمنيين مشاو حبوا يفتكوا آلة التصوير من طرف من الصحفي اللي كان أجرى معاه الحوار، معناها طبيعي باش نداخل باش نثبت علاش حبوا يفكوا معاه الفكول والغبة هي، لكن ما راني إلا معناها تصدر معناها تعليمات من طرف إطار أمني بالاعتداء على شخصي، وهو اللي صار معناها تم تعنيفي وتعرضت للعنف، ومعناها مما أدى إلى إغمائي ونقلي على جناح السرعة المستشفى قوات الأمن الداخلي. حاب أقول في السياق هذا معناها قبل كل شيء نوجه الشكر لكل من ساندني معناها حتى بكومنتير فيسبوك. حاب أقول زاد حاجة أخرى إنه عصام الدردوري لو أسمى وأرفع من انه بشي يحاول ياخو معناها حاجه كيف كاي معناها باش يمشي يتصرف تصرف لا عقلاني نجم باسم من مصلحه البلاد، لانه معناها اليوم مشكورين كذلك عديد النقابات والنقابيين اللي اتصلوا بشخصي من كامل التراب الجنوبيه معناها وعبر على تضامنهم معايا معناها، وكانوا منتظرين معناها مستعدين لاي تحرك يكون ايجابي، لكن نقولوا انه احنا كنقابيين امنيين ناكدوا دوما على التغليب لغه العقل وندفعوا للتهدئه، ونعاودوا هذه رساله اخرى باش نوزعوها لكل من يشكك في النقابيين الامنيين انه احنا عمرنا ما كنا انتهازيين والا نخدموا ضد مصلحه البلاد ولا عندنا اي انتماءات سياسيه او ايديولوجيه معينه، احنا حبنا للبلاد هذه وللسلك الامني وللرساله الامنيه الحقيقيه اللي نحبوا نكرسوها من خلال تحديد العمل الامني على العمل السياسي وتوفير ارضيه عمل ملائم لرجل الامن. اقولها من هذا المنبر اني بالنسبه لشخصي معناها مانيش باش اقوم بتتبع العون اللي قام بالاعتداء علي بالضرب، لانه هو اولا واخيرا انسان مامور وقام بتنفيذ تعليمات، ولكن معناها وكذلك مانيش باش نلتجئ حتى تحرك نقابي مراعاة للظرف الحساس اللي قاعده تمر به البلاد، لكن زاد نأكد انه باش نقوم برفع قضيه، لكن في الطرف الامني اللي اسدى تعليمات بالاعتداء على شخصي واللي هو شيء موثق ما ينجمش يتكرر، لانه اعتقد في شخصي انه فما خلفيات اخرى وراء الاعتداء هذا، كما يعرف كثيرين من عصام الدردوري كنت كشفت عليه ملفات الفساد ضد مجموعه من رموز النظام السابق في صلب الجهاز الامني، وتم ايقافي عن العمل وتم كذلك الزج به في السجن لتاتي هذه الحادثه ويقول على ايقاع الاعتداء على شخصي من طرف الامنيين. وحاجة مهمة جدا نحب نمررها اليوم ونوصلها، يمكن الحاجة الوحيدة اللي نجم نخرجوا بها من الشيء اللي صار، انه اليوم رجل الامن يلزم يخدم بالقانون وليس بالتعليمات، وهنا شفنا جات تعليمات العون الامن باش يعتدي على زميل نقابي ويدافع عن مصالحه، نفذ التعليمات هذيك رغم انها تعليمات معناها ما تمتش للقانون باي سيره، وان شاء الله ربي يسامح الشخص اللي اعتدى على شخصي عصام الدردوري، معناها قلبه كبير
وفي الفامل وإلا زميل، وأنا بالعكس أنا مشفق على حاله هو، لأنه هو عايش تحت أغلال تعليمات وخليته يعمل اشتصار في هذا، ويلزم يتصدوا لظاهرة هذه خاصة كما قلت، يلزم يكرسوا معناه رجل القانون يخدم بالقانون، يخدم الشعب التونسي مهما اختلف انتماء، مهما اختلف لون، مهما اختلف توجهات سياسية. نحن نريد أمن محايد يدافع عن الشعب التونسي بأسره لا على فئة معينة. مع شكرا.